كمان كابتن خطيب اشاد بجي ال سي بالتعاون مع هذه الشركه وبعقد الرعايه الثالث للنادي الاهلي. تعالوا دلوقتي نروح نسمع كلمه الاستاذ محمد امين الحوت المدير التنفيذي للشركه الالمانيه اللبنانيه للصناعه جي ال سي لصناعه الدهانات جي ال سي، وطبعا هنشوف ماذا قال المدير التنفيذي ونرجع نكمل هذا الحوار. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، الساده اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، الحضور الكريم. في البدايه اوجه التحيه لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب الرمز والتاريخ الذي نسعد بتجديد شراكتنا معه للمره الثانيه في استمرار لرحله نجاح جي ال سي مع النادي الاكبر في الشرق الاوسط واعرق الانديه الذي اكتسب سمعه مشرفه لمصر على المستوى العربي والافريقي والعالمي. ونتمنى ان تتواصل رحلتنا سويا كشركاء نجاح وتستمر بطولات وانجازات الاهلي وجي ال سي في كتف النادي. وبالتاكيد لا يمكن ان ننسى الدور الكبير لشركه بريزنتيشن الشريك التسويقي للنادي الاهلي ودورها الفعال في ترسيخ العلاقات مع شركاء النجاح. دهانات جي ال سي تسعى دائما للتميز وتطوير علاماتها التجاريه وصنع افكار غير تقليديه، لذا كان اختيارها للنادي الاهلي مثاليا كشريك نجاح نتشرف بالانتماء اليه. اسمحوا لي بشكل شخصي احكي لكم على قصه. انا لما جيت مصر ما كنتش اعرف اي حاجه عن الكوره، كنت بستغرب لما الناس تتفرج على الماتش ويكون في زحمه والناس بالنسبه لها ممكن تسيب كل حاجه من ايديها عشان الكوره. يعني اصحابي المقربين ليا كانوا اهلاويه، هم اللي خلوني احب النادي الاهلي واحب الكوره، وهم السبب اللي اتابع كاس العالم بسبب النادي الاهلي. احب اعرفكم باختصار ان شركتنا الالمانيه اللبنانيه للصناعه دهانات جي ال سي وعلى مدار اكثر من 25 سنه هي من رواد مصنعي الدهانات الانشائيه ذات الجوده العاليه، حيث حصلت الشركه على العديد من الجوائز كافضل شركه دهانات انشائيه في مصر، وايضا في التصميمات بالالوان المبتكره الجديده واتجاهات الألوان السنوية التي تلبي شغف المستهلكين وتساهم في تعزيز المشهد الإبداعي بمصرنا العزيزة. نحن نسعى جاهدين في جي ال سي لتقديم حلول الدهانات الأكثر تطورا لعملائنا، ونثق في الاقتصاد المصري وأنها مهما كانت التحديات إلا أن مصر أرض الفرص، واتخذنا طريق البناء واللمو والذي لم يتوقف إلى الآن بفضل الله. اليوم نحن بفضل ربنا أكبر شركة دهانات إنشائية بمصر، ولدينا الكثير من الفروع ومراكز ومنتشرين بجميع محافظات مصر، ونصدر تحت اسم صنعة في مصر إلى الدول العربية والأفريقية. وعندما اتجهت الدولة للاستثمار في الصعيد كنا سباقين وأنشأنا أكبر مصنع دهانات في جنوب مصر بمحافظة قنا، ونهدف أيضا ودائما إلى زيادة معدلات التصدير. لدينا إيمان راسخ في جي ال سي بأهمية الرياضة ودورها في تنمية المجتمع والحفاظ على شبابه وانطلاقه من دورنا في المسؤولية المجتمعية. نحرص دائما على دعم قطاع الرياضة والدخول في شراكات مع المؤسسات الناجحة التي تسهم في تطوير الرياضة في مصر. لذا لم نجد أفضل من النادي الأهلي لنكون شركاء له، وأقول بكل فخر واعتزاز جي ال سي بكتفك يا أهلي. واحنا في كتف الاهلي عدى علينا خمس سنين من البطولات والنجاحات، وان شاء الله لمزيد من الانجازات وحصد كافه البطولات خلال الاعوام القادمه. انا مش هطيل عليكم، انا عايز انتهز الفرصه وانا على منصه الاهلي واقدم الشكر لفريق عمل جي ال سي على انجازات هذا العام. انجازات كثيره وتحديات كانت صعبه السنه دي فوق الوصف، واليوم زي ما بيقولوا ختامها مسك، ختمناها في النادي السعاده نادي الاهلي. كل سنة وانتم طيبين، إن شاء الله السنة الجاية تكون سنة حلوة على الجميع. دهانات جي ال سي في كتفك يا أهلي، خمس سنين ولسه مكملين. قال لك ختمناها بنادي السعادة النادي الأهلي. الحقيقة أنا عايز أقف عند هذه الجملة لأنها جملة مهمة جدا جدا في كلام الأستاذ محمد، وأيضا هناك جمل كثيرة جدا. قال لك أنا ما كنتش بعرف في الكورة، ولكن كل أصحابي الأهلاوية حببوني في الكورة وعرفوني في الكورة وعرفوني يعني إيه إن أنا أكون متواجد في كرة القدم. فلما تواجد في كرة القدم لازم أكون مع نمرة واحد. نمرة واحد معروف.
بالارقام وبالدلائل وبالحقائق وبكل شيء. فالحقيقه برضو من الجمل اللي قالها، قال ان توقيع العقد النهارده يمثل حدثا مهما لهذه الشركه التي تبحث دائما عن التفوق والنجاح داخل السوق المصريه، فيجب ان يكون هناك شراكه مع نادي متفوق، نادي ناجح، نادي مستقر، نادي محترم، نادي عنده مجلس إدارة محترم، نادي عنده جمعية عمومية محترمة، نادي عنده كل الإمكانيات اللي تخليه رقم واحد مش في مصر ولا في أفريقيا بس، ولكن في الوطن العربي. قال أيضا أن العمل مع النادي الأهلي يضمن النجاح لأي شركة. مش إسلام اللي قال هذا الكلام بالمناسبة، ده المدير التنفيذي لشركة جي إل سي، خاصة أن النادي الأهلي يمتلك كل مقومات النجاح، فضلا عن التاريخ الطويل والعريق والذي يعرفه الجميع داخل مصر وخارج. لذا كان من المهم أن نبحث عن هذه الشراكة. حضراتكم شايفين الناس بتتكلم إزاي عن النادي الأهلي. الناس دي جاية تدفع فلوس للنادي الأهلي علشان يقترن اسم هذه الشركات ثلاثة لغاية دلوقتي باسم النادي الأهلي.